أعزائي متابعي ومشاهدي قناة الكرام، السلام عليكم أينما كنتم. اليوم راح أفحص البيض اللي قبل فترة يوم 6/6 خليته بالحاضنة، راح نشوف إذا راح يكون ملقح لو لا. حتي أنا إذا ملقح يبقى بالحاضنة، وإذا لا راح أغير الحاضنة أشيلها وأذبهم. دائما يكون شوية جو أظلم، يكون الفلاش لايت المصباح اليدوي اللي خاص اللي يفحص به البيض، شوفوا قوته شلون يبين على ايدي، هذا يبين على البيضة. راح أطبعه وراح أخليه على البيض. البيضة تكون رقيقة جدا، انتبهوا من ترفعوها. ثم دا اشوف ماكو اي عروق دموية موجودة بيها، يمكن دا تلاحظون هاي فاسدة. وهاي اللوخ انا متأكد هم فاسدة. ماكو اي عروق دموية او اي حركة بهالعمر، هذا 6-7 ايام تكون موجود بها قطع، يعني داكنة تبين نبضات القلب، تبين الاوردة مال دم بالبيضة، فهاي كل شي ما بيها. اذا البيضتين هاي مملقحة وفاسدة. وأكد عليكم إخواني دائما بكل رقة تمسكون البيضة، لأنه كلش حساس الكشر مالها ويتلف بالعجل. بهالحالة أني راح أطفي الكهرباء عنها أغسلها أعقمها وأشيلها أضمها إلى إنتاج آخر. شكرا أعزائي، أتمنى تكونوا استفادتوا من المقطع هذا القصير عن فحص البيض، وأتمنى لكم كل خير وموفقية ودمتم في رعاية الله.